بسم الله وليبنا الروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته دو فينا بركته من الآن وإلى الأبد آمين. نكمل مع بعض تأملاتنا في إنجيل معلمنا القديس يوحنا. إحنا وصلنا مع بعض الإصحاح 13 لو حضراتكم فاكرين، فاكرين الإصحاحات اللي فاتت ولا نسيته؟ إحنا خلاص إحنا بنقترب كده إيه يعني ماشيين في العد التنازلي في إنجيل معلمنا يوحنا. طب أراجع معاكم كده كل إصحاح بكلمة، إيه رأيكم؟ قلنا يوحنا 1 الكلمة، برافو عليكم. يوحنا 2، يوحنا 2 قنا الجليل. يوحنا 3 المعمودية، اللقاء بتاع نيقوديموس. يوحنا 4 ده سهل ده حد النص، السامرية. يوحنا 5 اللي بعديه المخلع، برافو عليكم. يوحنا 6 إفخارستية. يوحنا 7 المسيح نور، المسيح ايه؟ الماء الحي او ينبوع ماء الحياة، كويس. يوحنا 7 يوحنا 8 بعد المية نور، المسيح انا هو نور العالم. يوحنا 9 الاحد السادس المولود اعمى، برافو عليكم. يوحنا 10 الراعي الصالح. يوحنا 11 لعازر، إقامة لعازر. يوحنا 12 اللي فات الوليمة اللي بعد إقامة لعازر، وهي كمان حدث مهم قوي، دخول المسيح أورشليم، برافو عليكم، دخول المسيح أورشليم. من أول إصحاح 13 لإصحاح 17 بنسميه كده إنجيل الفرقين. معلمنا يوحنا هو الإنجيل الوحيد، إنجيل يوحنا الإنجيل الوحيد اللي ذكر حوارات ربنا يسوع المسيح مع التلاميذ بالتفاصيل خلال الأسبوع الأخير في أحداث أسبوع الآلام، وبالتالي بالأكثر ليلة صليبه اللي هي ليلة إيه؟ هي يوم الخميس العهد. من إصحاح 13 لإصحاح 17 يكلمنا الأحداث دي كلها حصلت في يوم واحد اللي هو أحداث خميس العهد، ويختم بإيه؟ يختم بعد كده هو بعد الحوارات مع التلاميذ بإيه؟ يختم بعد كده هو بالصلاة الختامية اللي ربنا يسوع المسيح. عشان كده تلاقوا ان احنا بنقرأ ليلة الجمعة العظيمة الإصحاحات دي بنسميها إصحاحات البراكليت أو الروح القدس، لأن أهم جزء بيتكلم فيه عن عمل الروح القدس اللي ربنا هيرسله بعد إيه؟ بعد صعوده للسماء. عشان كده الحقيقة من أول 13 17 الإصحاحات اللي جايين دول هيركز فيهم على إيه؟ على ما يسلمه إلى تلاميذه قبل ما يطلع على الصليب، قبل ما ربنا يسوع المسيح يطلع على الصليب. من أول عدد 1، أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. شوف بقى معلمنا يوحنا يبدأ يقول إيه الأحداث بتفصيل. يقول يسوع قبل عيد الفصح، اللي بيحصل في عيد الفصح زي ما قلنا قبل كده، عيد الفصح ده كان مساء إيه؟ مساء الخميس. كل أسرة تيجي معاها خروف يدخلوا من باب الضأ أحد أبواب أورشليم، وبعدين يعملوا إيه؟ يحفظوا هذا الخروف لمدة 4 أيام للذبح، إمتى؟ يوم الخميس ده. وبعدين يقعدوا يقروا مجموعة من القراءات في العهد القديم، ويؤكل هذا الخروف على أعشاب مرة، وهم منطقين أحقائهم تذكار لإيه؟ ها؟ تذكار الفصح ده حصل إمتى؟ تذكار الفصح اللي حصل قبل ما يخرجوا من العبودية من أرض مصر، تذكار لضربة الملاك المهلك اللي ربنا ختم بها الضربات العشر مع فرعون، وبعدين الملاك المهلك عدى إيه؟ عدى قتل كل بكر في بيت فرعون وفي كل الشعب المصريين فيما عدا اللي لقى عليه ايه؟ علامة الخلاص على العتبة العليا والقائمتين اللي كانوا إشارة للصليب. فبيفتكروا فيهم خلاص ربنا من ايه؟ لشعبه من العبودية. وبعدين معلمنا يوحنا يقول حاجة مهمة قوي، يقول لك عالم أن ساعته، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. قبل كده في الإصحاحات اللي فاتت كان يقول لنا إيه؟ أن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، يعني ربنا عارف إمتى هيسلم ليصلب، مش مجبر على كده، لا هو عارف الوقت كويس أوي، عارف الوقت كويس أوي.
وهو عالم دي طبعا ربنا عالم بلاهوته كل شيء، عالم بلاهوته كل شيء. وهنا معلمنا يوحنا بقى يحط ايه التعبيرات كده قدام بعضها، لينتقل من هذا العالم، يدينا بقى تعبير لاهوتي جديد، ان الانسان لما يسيب الدنيا ها اسمها انتقال ما اسمهاش موت. احنا خدناها نقولها في وشية الراقدين زي ما صلينا العشية دلوقتي عشية ماريمورس، في وشية الراقدين قلنا ايه، ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. وكمقدمة بقى لما سيأتي بعد كده، هو ربنا بيعمل كل ده ليه؟ ليه هيبدأ هذا الطريق من التعب والألام إلى أن يصل إلى الصليب ويسلم ليصلب ويموت عننا؟ يدينا بقى الايه الغرض، يعني ليه ربنا بيعمل كده؟ إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. اللي يقدر يدرك محبة ربنا يبقى الإيمان بالنسبة له سهل قوي. أفتكر قصة كده عن ملك كان عنده وزير مسيح، وبعدين كل شوية في الرايحة والجاية يجي الوزير ده يعني يقول له يعني أنت إزاي بتعبد واحد إله والإله ده يجي يموت ويتصلب ويتضرب ويتقف عليه ويتجلد، إيه ده؟ هو ده الإله اللي تعبده؟ بتعبده إزاي ده؟ فجه في مرة من المرات وهو بيسأله كده يعني بيقول له يعني أنا عارف إن أنت مش مقتنع بالفكرة بتاعتنا أو بإيماننا. قال له الحقيقة يعني ما صدقهاش، بقى أنا ملك لما أحتاج أعمل حاجة أروح بنفسي أعملها، ما أنا عندي تحتي ناس كتيرة قوي. قال له طيب. راح عمل حركة صعبة، جاب إيه؟ جاب طفل كده بلاستيك، عروسة بلاستيك كده، ولفها وحطها في عربية الأطفال بتاعة الملك ده. وبعدين وصى الوصيف اللي مسؤول عن الطفل ده إن هي تروح قرب المنحدر اللي جنب النهر، وبعدين إيه كأنه العربية جريت منها وإيه؟ وقعت في النهر. وعمل الحركة دي قدام هذا الملك. فالملك الحقيقة أول لما إيه شاف المنظر ده بدأ من بعيد يتابع العربية وهي ماشية، فبدأ يجري عاوز يمسك العربية، طبعا ما يلحقهاش. إيه اللي يحصل؟ العربية تنط وتقع في النهر. لا إرادي الملك عمل إيه؟ ما فكرش بقى لابس إيه ما لابس، مش لابس إيه، نط وراه عشان يجيب الطفل لحسن يموت ويغرق. أول لما طلع ومسك الطفل لقى عروسة، فطلع بقى الملك شايط. فقال له ما تزعلش مني يا جلالة الملك، أنا اللي طلبت يحصل كده. قال له أنت ليه؟ قال له الحقيقة عاوز أوصل لك فكرة بس مش عارف أوصلها لك إزاي. لما يكون أي حاجة أياً كانت أنت عاوزها هتطلبها من أي حد في الدنيا يعملها لك. عندك حراس كتير قوي، لكن الحاجة اللي أنت بتحبها قوي وقلبك فيها وروحك فيها ما تستأمنش حد عليها غير نفسك. قال هو ده معنى إيماننا الحقيقة، أن ربنا يسوع أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، أحبهم إلى المنتهى. فمرة ومرات قاعدين مع مجموعة من الآباء كده مع أحد الآباء الأصفى وأب الشيخ معانا، قال له سيدنا عاوزين نفهم معنى كلمة مخافة ربنا دي نعملها إزاي يعني. فقال له يا أبونا العفو أنت شيخ أباء تقول لنا وتعلمنا. قال له لا فعلا عاوز أعرف كيف ندرك مخافة الله. راح سكت الأسقف ده وقال كلمة بسيطة خالص، قال له حينما ندرك محبة الله ندرك مخافة الله. إمتى ندرك مخافة الله؟ لما نعرف قيمة محبة ربنا دي شكلها إيه. عشان كده معلمنا يوحنا هنا في الآية دي قال ثلاث أمور مهمة قوي. أول حاجة إن ساعته قد جاءت، يعني اللي جاي ده بتدبير منه. نمرة اتنين أنه سوف ينتقل من هذا العالم إلى الآب بعد أن يتم بقى الفداء والقيامة. نمرة ثلاثة ده ليه هيعمل كده؟ نتيجة الحب الإيه؟ الذي أحبه إلى خاصته وأحبهم إلى المنتهى. أحبهم إلى المنتهى. فاللي يقدر يقبل هذا المعنى وهذا الحب يقدر يقبل كل حاجة بعد كده في الأحداث اللي جاية. ليه؟ أصل هتيجي أحداث غريبة قوي. يعني هنبدأ هنا طقسين متتاليين ورا بعض. أول طقس اسمه غسل الأرجل، طقس اللقان اللي احنا بنعمله وبنصلي في الكنيسة. يعني ايه هذا الملك والسيد العظيم ينزل تحت رجلين تلاميذه ويغسل رجلين تلاميذه؟ ازاي اي عقل يقبل الكلام ده؟ قال لأنه أحب خاصته وأحبه إلى المنتهى.
نمرة 2 تأسيس سر الإفخارستية وأغلى ما يعطينا الله قبل إيه؟ قبل صلبه على الصليب، يعطينا جسده ودمه كل يوم على المسبح لكي ما نحيا به. طب ليه هيعمل كده؟ لأنه أحب خاصته وأحبه إلى المنتهى. يقول كده هو أحبهم إلى المنتهى، أحبهم إلى المنتهى. عدد 2 فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يعني وقت العشاء الفصح اليهودي قبل إتمام هذا الفصح أن الشيطان بدأ يتدخل. يتدخل إزاي؟ قال لك شغلانة الشيطان أنه يعمل إيه؟ يرمي من بعيد، لكن ليس له سلطان علينا. ألقى الشيطان في قلب يهوذا، يرمي الفكرة، يرمي طرف القيد، يقول لك أو يقول لك شوفي بقى دي بتسلم عليك إزاي وبتبصلك إزاي، قالت إيه؟ بس هو رمى الكلمة والواحد إيه؟ ياخد طرف الخيط ويبدأ يبني عليه حاجات كثيرة جدا 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 بعد كده. وكأن الحي بقى عاوز يعمل مقابلة ما بين حاجتين، ما بين محبة المسيح الفائقة المعرفة زي ما قال معلمنا بولس في مرة، وما بين إيه؟ ما بين للأسف خيانة يهوذا. كيف يقابل هذا الحب بالخيانة؟ يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. عالم كل شيء، عالم أن الآب قد دفع كل شيء في يديه، يأكد تاني معلمنا يوحنا. كلمة عالم دي معناها إيه؟ أنه يعرف كل شيء بقوة لاهوته. لأنه قال قبل كده كذا مرة جم يلقوا عليه الأيادي ساعته لم تكن قد جاءت في يوحنا 7 ويوحنا 8 في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. وبعدين يقول أن الله قد دفع كل شيء إلى يديه، وهنا بقى معنيين مهمين قوي، أن كل السلطان في إيد مين؟ في إيد الإبن كما هو في إيد الآب. وأن لما يجي هنا معلمنا يوحنا يشاور كده أن الآب قد دفع كل شيء ليد الابن، نفتكر كل الايات اللي قالها عن الاب والابن مع بعض. قال ايه؟ قال كتير قوي، قال انا والاب واحد، اني في الاب والاب في الذي يعمله الاب يعمله الابن ايضا. طب واحد، فيقول ان الابن له كل السلطان، فبالتالي ما نقلقش من اللي جاي بقى. والحاجه الثانيه تمهيد للي هيحصل بعد كده، للما سوف يصنعه هذا الإله العظيم. هيعمل إيه؟ هينزل تحت الرجلين يغسل رجلين التلاميذ دلوقتي. عشان كده بيقول قد دفع كل شيء يديه، عشان يبين قيمة ما سيفعله المسيح الآن دلوقتي. هيعمل إيه دلوقتي؟ وبعدين يقول تعبير مهم قوي، أنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. تعبير حلو قوي الآباء يحبوه، أنه إيه؟ أنه خرج من الآب. طبعا من ضمن الايات اللي ايه الاريوسيين وما اتبعهم يعني يحاولوا يخبطوا فيها، اي حد يحب يشكك في المسيح يقول لك المسيح مش هو ربنا او اقل من الاب، يقول لك بص يا سيدي الايات اهي، يقول لك انه خرج من عند الاب، يعني هو اقل من الاب. طبعا لا، حاشا طبعا. هو هنا بيقول خرج من عند الاب ليه؟ لانه تجسد زي ما قلنا قبل كده، نور من نور، اله حق من اله حق. وبعدين المسيح يعني مرسل، خرج من الاب كمرسل من الاب، طبعا مرسل من الاب، لكنه ليس كاي نبي. امال ايه؟ ده له كل السلطان بدليل اعماله، بدليل اعماله، بدليل اعماله ومعجزاته. خرج دي زي بالظبط خروج الايه؟ الضوء من الشمس، زي خروج النور من النور. لان المسيح ابن ليس بنوة تناسليه، مش اتنين اتجوزوا وخلفوا، لا. دي المشكله اللي الناس اللي من بره تبص كلمه الابن دي تلعب قوي. هي ولاده ايه؟ هي ولاده ذاتيه عقليه، زي ما اقول مثلا فكرت الفكره والفكره دي كتبتها في ورقه او طبعت بيها كتاب والكتاب اتوزع في العالم كله. ده اساسا جت منين؟ من فكره في ذهني. الفكر ولد او العقل ولد فكره، صح؟ الفكرة دي انتشرت في العالم كله، هل معناها أن الفكرة دي ثابت العقل اللي طلعها؟ طبعا لا، طبعا لا.
وبرضو ارجع تاني اقول ان دي كلها تشبيهات احاول نقرب بيها المعنى، لان الله لا نستطيع ان ندركه بكل المعاني، واللغات بتاعتنا قاصره جدا على التعبير عن وصف الله. ولكن على قد ما احنا ايه معقلنا يقدر يستوعب. هتقولي طب ازاي؟ يقول لك ان ربنا نفسه قال كده. هو نفسه قال كده. نفس التعبير ده لو تفتكروا قالوا مين؟ قالوا الاباء الرسل وقت اختيار مكياس عوضا عن يهوذا. وقت لما جم يختاروا مكياس عوضا عن يهوذا قالوا ايه؟ قالوا ينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي دخل الينا الرب يسوع وخرج. دخل ايه؟ دخل العالم وخرج ايه؟ صعد للسماء في اعمال 1:21. طب خرج معناها ايه؟ خرج معناها خلاص اتم عمل الفداء وصعد ايه؟ الى السماء. الحته دي يقولها معلمنا بولس في دفاعه عن فكره القيامه من الاموات، فاشهر اصحاح بيتكلم عن القيامه من الاموات اللي هو ايه؟ كورنثوس الاولى ايه؟ اصحاح 15. ده من اشهر واصعب الاصحاحات في الفهم شويه، لان مهم يتقري بالتشكيل عشان نفهمه. هقول لكم منه 3-4 ايات كده عشان يشرح فيها العمل اللي ربنا يسوع المسيح عمله. في عدد 24 يقول كده: وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب. مين اللي سلم الملك لله الآب؟ ها؟ الابن. برافو عليكم. متى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. والابن ملك ولا ملكش؟ ملك على خشب، ملك على الصليب. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، كل شيء بقى عارفين لما ملك ظافر دخل حرب وإيه وخلص الحرب دي وانتصر، فبقى أصبح الكل خاضع لمين؟ لهذا الملك. متى أخضع كل شيء؟ فواضح أنه غير الذي أخضع لها الكل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الآب أعطى هذا السلطان للابن عشان يتمم هذا العمل، فبالتالي الابن يجب أن يتمم هذا العمل. يعمل إيه؟ يكمل هذا العمل ويأخذ كل البشرية دي ويطلع يقدم الخضوع مرة أخرى إلى الآب. متى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه سيخضع. طب الابن سيخضع إزاي؟ لأنه نائب عن كل البشرية، مش يمثل البشرية كلها. فبالتالي يقول له بقى البشرية كلها الغلطة دي أنا أتميت إيه؟ الفداء عنها كلها. أنا أتميت الفداء عن كل البشرية. فبالتالي يعمل إيه؟ يجي يقدم هذا الخضوع أو يقدم كل البشرية، أو زي ما يقول بعد كده: هؤلاء الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد، ويسلمهم إلى الآب مرة أخرى. أخضع متى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، لكي يكون الله في الكل. في الكل، الكل في الكل، عشان ترجع كل الخليقة تانية تكون خاضعة لمين؟ لله. أصل في حد سرق جزء من الخليقة دي لنفسه. مين ده؟ الشيطان لما وقع أدم في الخطية، وكل ما جه ما بعد آدم. عشان كده ساعات الآباء يجوا في المثل بتاع الابن الضال بتاع لوقا 15 يقول له كده هو: اه صح، احنا عارفين ان هي قصه توبه ورجوع، وده صح، لكن يقولوا كمان ان هي تمثل قصه البشريه. ايه اللي حصل؟ ان البشريه عملت ايه؟ رفضت الله اللي هو الابن، وبدات تمشي بعيد، وفضل الاب كل يوم او الاب كل يوم يعمل ايه؟ ينتظر رجوع هذا الابن. فاول لما جه الابن عمل ايه؟ جري عليه ووقع على ركبه وقبله ورجعه تاني لبيته في السماء، واداله السلطان او الخاتم مره اخرى. مفهوم الحته دي ولا هي تقيله شويه؟ انا عارف. فبالتالي اللغه البشريه بتاعتنا عاجزه عن التعبير وعاجزه عن الاستيعاب، لكن نفهم ربنا باللي هو بيقوله عن نفسه، بالاوصاف التصويريه المحدوده اللي احنا بنحاول او اللي احنا عايشينها عشان نقرب المعنى لينا. عدد 4 يقول ايه؟ قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفه واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدا يغسل ارجل التلاميذ
ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. طقس موجود عند اليهود إلى الآن. ليلة عيد الفصح كل الأسرة تتجمع في بيت العيلة، وبعدين يقعدوا كده بترتيب حسب أعمارهم وحسب القامة لكل واحد فيهم، يبدأوا يقروا بعض القراءات عن عمل الله في الخليقة كلها، عن خلاص الله للشعب إسرائيل وقت عيد الفصح، بعض القراءات اللي تتقري في الوقت ده. وبعدين يدخل أصغر خادم في البيت، أو إذا ما كانش فيه يبقى أصغر واحد في الإيه؟ في الكرامة يعني في البيت، أصغر حد، ويبدأ يعمل الكلام ده. يجيب مغسل كده ويغسل فيه رجلين كل واحد، مبتدأ من الكبير إلى إيه؟ إلى الصغير. طبعا العمل ده مين اللي بيعمله؟ المفروض ده الخدام بتاع البيت، أصغر عبد في البيت أو أصغر واحد في البيت. طبعا المعنى الروحي كلنا عارفينه، التراب ده يشير إلى إيه؟ إلى خطايا، وغسلها بالمية إشارة للمعمودية أو التوبة. طيب المسيح هنا يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يغسل رجلين كل واحد. طب هو عاوز يعمل كده ليه ربنا؟ قبلها معلمنا يوحنا فرش فرشة كبيرة قوي أن الآب قد دفع كل شيء ليديه. عارف مين اللي هيعمل كده ده؟ ده ربنا يسوع المسيح له كل المجد. كيف ندركها دي؟ كيف ندركها؟ حقيقة لما كنا في الأربعين يوم حضرنا أسبوع الآلام في الأربعين يوم أيام سيدنا البابا شنودة ربنا نفسه، كان ليه عادة حلوة كده ياخد ساعة في الأديورة كده في كل دير، ياخد ساعة من ساعات البسكة. لأجل تدبير ربنا نجد ساعة يوم خميس العهد، وقت بقى القداس يصلي صلاه عندنا في الدير اللي احنا كنا موجودين فيه. طبعا كل الاباء اللي كانوا مرسومين والقنبان وكله كانوا في الدير. جه بقى وقت ايه؟ طقس ان هو ايه؟ يرشم رجلين كل واحد. انا بصراحه اقول لكم عن نفسي، يعني بقيت واقف كده اقول هو هيعمل كل ده للشعب كله؟ سيدنا قال انا هاخد الكهنه والايه؟ والاساقفه، وبعدين بقيه الكهنه والاساقفه ينزلوا ايه؟ للناس. عايز اقول له طب خلينا مع الناس طيب. عشان مش متخيل يعني بابا شنودة نفسه يقعد ويمسح رجلين كل واحد او يرشم رجلين كل واحد. طب كان بالاكتر بقى ربنا يسوع خادم مره عمل حاجه جميله قوي، حب يبسط المعنى ده او يوصل المعنى ده للفصل بتاعه في مدارس الاحد. فدخل الفصل ومعاه كيس في ايده جاي فيه شويه ورنيش بقى، كذا لون ورنيش وبتاع وحته والفرشه اللي بنضفوا بيها الشوزات ديت. قال لهم بصوا يا ولاد بقى احنا نعمل حاجه مهمه قوي النهارده. لو عاوز كل واحد فيكم يخلع الشوز بتاعه. فالولاد ايه هنعمل ايه؟ فاخدوها بهزار قالوا خالص يلا نقلع الشوز بتاعنا، كل واحد يخلع الشوز بتاعه. جه الخادم ده قعد في الارض ولم الشوزات دي، وبدا ياخد واحد واحد الشوز ده يقعد ينظف فيه ويلمع فيه قدامهم. ايه ده؟ استاذ ده فلان ده بيعمل ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ قال لهم ايه رايكم بقى؟ تفكروا في ايه؟ تفتكروا القصه دي موجوده في الانجيل حاجه تشبهها؟ اللي قاعد يفكروا ايه ده؟ شفناش الكلام ده في الانجيل. راح واحد ناصح قال له ربنا يسوع لما جه غسل رجلين التلاميذ. قال له برافو عليك. بس طبعا الولاد كانوا ايه؟ مستغربين. معقوله استاذ فلان ده يقعد ينظف كده الشوز بتاعنا؟ هي بقى ربنا يسوع بنفسه هو اللي عمل كده. هذا ما لا يمكن أن يفهمه أي حد. عشان كده جه سمعان بطرس في عدد 6، فجاء إلى سمعان بطرس وقال له ذاك يا سيد أنت تغسل رجلي؟ إيه ده؟ إزاي يعني؟ أجاب يسوع لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. جه بقى معلمنا بطرس ويقولوا يوم بعض الاباء زي القديس اغسطينوس يقول لك ان هو بدا ببطرس عشان الباقي ما يتكلمش بقى. يعني ايه؟ ما لو يعني ما حدش هيقبل، مين يقدر يقبل ده؟ فبدا معلمنا بطرس الكبير، يعني بطرس كان كبير القعده دي يعني. فبدا بمعلمنا بطرس وقال له لا انت تغسل رجليا؟ طب تيجي ازاي دي يعني؟ فربنا قال له الحقيقه ايه؟ لست تفهم أنا أفعل لكنك ستفهم فيها بعد. طبعا هنا كأنه بيفكرنا بالموقف بتاع مين في الأول خالص لما واحد قال له لا ما ينفعش، قال له اسمح الآن. ها يوحنا المعمدان لما جه يتعمد قال له ده لما عمد معمودية توبة، وعمال قال لهم يأتي بعدي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه، مش عمده.
فأنت جاي عايز تتعمد مني؟ قال له اسمح الآن لأنه ينبغي أن نتمم كل بر. طبعا اتضاع يوحنا المعمدان قال له حاضر. طب ايه اللي بقى اللي مش هيفهمه او ايه اللي مش فاهمه هيفهمه بعدين؟ لست تفهم ما انا افعل لكنك ستفهم ايه فيما بعد. اول حاجه عاوز يعلمها لهم ربنا يسوع لبطرس ولكل التلاميذ ولينا احنا كمان، اول درس اسمه الاتضاع. اذا كان السيد والمعلم يفعل هذا، عشان كده كمان شويه يقول لهم زي ما انا عملت انتم كمان تعملوا، زي ما انا عملت انتم كمان تعملوا. اول درس مهم قوي هو فكره مفهوم الرئاسه. مش انتوا فاكريني بقى السيد والمعلم وكل واحد فرحان وانا داخل في اورشليم بتزف وكل واحد قال يا ترى بقى بعد ما يملك هنا بقى كل واحد من تلاميذه دول مكانتهم هتكون ايه في الدنيا؟ يعني اللي يمسك وزارة بقى ولا يمسك حاجة؟ كل واحد بيفكر بطريقته. هنا قال لهم بقى عارفين مفهوم الرئاسة هي إيه؟ رؤساء العالم يسودونهم وإيه؟ أنتم ما تعملوش زيهم. فكرة العالم الرئاسة دي في إيه؟ يعني في الفشخرة يعني في المنظرة. لكن عندي الرئاسة تبدأ منين؟ من تحت، من الرجلين، من الرجلين. فكم بالأكثر تعملوا أنتم مع الناس؟ والدرس الثاني فكرة عدم الإدانة. تقول إزاي؟ هو أي واحد شايف اللي قدامه إيه؟ رجليه مش نظيفة محتاجة تتغسل. صح؟ فبدل ما تنقد وتقول ده مش حلو وده مش حلو، لا الحقيقة إيه؟ اعمل إيه؟ اعمل عمل إيجابي. ابدأ اخدم الناس دي وشدهم وقربهم لربنا بدل ما تقعد تنقد كل واحد. زي المرأة اللي مسكت في ذات الفعل في يوحنا 8، فاكرينها؟ في يوحنا 8 كل واحد اعمل ايه؟ قالوا الناموس بيقول دي ترجم، كلنا لازم نعمل كده. قال لهم عندكم حق، الناموس صح بيقول كده، بس كل واحد فيكم بص على نفسه الاول قبل ما تشاور عليها. شفت الصباع ده اللي بيشاور على نفسك الاول ولا لا؟ عشان كده تيجي الكنيسه تعلمنا الطقس ده على ايه؟ على مثال ربنا يسوع. تعرفين هل انت بتصلي كم مره في السنه؟ ها؟ 3 مرات، يوم خميس العهد ويوم ايه؟ يوم عيد الغطاس ويوم عيد الرسل. عشان نفتكر كده مع الكنيسه ان مكانه الكرامه فين؟ كرامه الانسان عند الرجلين زي ربنا يسوع المسيح لما غسل رجلين تلاميذه. يقف الاب الكاهن او الاب الاسقف او اكبر رتبه وتبدا تعمل ايه؟ تغسل رجلين كل الناس. عشان تتشبه بالمسيح وقت الرسل افتكرنا الخدمة، الخدمة منين؟ اسمها غسل الأرجل. وقت الغطاس نفتكر إن المعمودية تعمل إيه؟ تنظف الإنسان والتوبة تكمل. لأن مفيش معمودية تتعاد. ووقت طبعًا خميس العهد نفتكر ربنا يسوع المسيح بنفسه عمل كده عشان كل واحد هو كمان يعمل كده. أحيانًا ربنا يعمل أمور كتير قوي إحنا ما نفهمهاش الحقيقة. احنا ما نفهمهاش. ما هو معنى الاتضاع؟ ساعات نفتكر الاتضاع ان الواحد يفضل يقول لك انا ما نفعش وانا ما استاهلش وحقك عليا. لا سيبك من الكلام ده. واحد يمسك كده الانجيل ولا بتاعه ويمشي باصص في الارض، مش هو ده الاتضاع الحقيقي؟ طبعا ان الواحد يقبل فعلا يكون تحت. يعني مره من مرات احد الاباء البطارقه افتكر او الاساقفه راح يزور دير من الاديره، وجه للاب رئيس الدير وقال له أنا هقعد معاكم النهارده. قال له يا سيدنا ناخد بركة. فحضر معاهم الأغابي اللي عاملينها، بقى يحضر معاهم الإيه؟ يعني وقت الأغابي مع بعض الوجبات اللي بياكلوها في الدير. ففي إيه طبعًا أسكب بقى جاي يزور الدير فعمل له يعني إيه؟ 10,000 بي يعني. فبعد ما أكل الأسكب ده أو البطرك ده وعمل إيه؟ قام عشان خاطر يغسل إيديه. فقام راهب من الرهبان المسؤول عن الخدمه في المكان ده ومسك الميه عشان يصب لسيدنا ويغسل بيها ايده. فسيدنا اخذ الصابونه وغسل ايده، بعد ما خلص اداله الفوطه نشف ايديه. راح سيدنا راح مسك الابريق اللي فيه الميه وقال للراهب ده، قال له اتفضل يا ابونا اغسل ايدك. فقال له حاضر يا سيدنا. اخذ الصابونه وغسل ايده، بعد ما خلص قال له رئيس الدير، قال له انا عاوز الراهب ده يجي يخدم معايا.
ما قالوش بقى ما ينفعش سيدنا، ما يصحش، مش عارف ايه. قال له لا لا، انا عاوز ده. ده انسان ايه؟ انسان متواضع، ما عادش ايه يفتعل شيء عشان خاطر يبان ان هو انسان متواضع. ده قبل ان انا اسقف اصب له ميه على ايده، قبل ان انا اسقف اصب له ميه على ايده. اوقات كتيره قوي ربنا يعمل بعض الامور في حياتنا ونحن لا نفهم ماذا يفعل الله في حياتنا، واحيانا نفهم فيما بعد، واحيانا لا نفهم الا في الابديه. اوقات كتيره قوي، ياما احداث كتيره جدا 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 مرت علينا وعلى الكنيسه من تاريخها، كل شويه صح. فاكرين وقت الثوره وغيره وغيره، يا احداث دي اقرب حاجه، لكن ارجعوا بقى في التاريخ هتلاقوا احداث كتيره قوي. احيانا ربنا يسمح بمشاكل، يسمح بتجارب، يسمح بامراض، يسمح باوبئه احيانا. طب هدفها ايه؟ لست تفهم ما انا افعل، لكنك ستفهم فيما بعد، لكنك ستفهم فيما بعد. لكن كل الاشياء تعمل معا لايه؟ للخير للذين يحبون الله. الهدف واحد، فما تقلقش، ربنا عاوزك توصل للسماء، مش عاوزك توصل كده بس، لا ده عاوزك توصل باحلى مكانه في السماء واجمل اكليل في السماء. عشان كده معلمنا بطرس قال في رسالته، نفس بطرس ده قال في رسالته ايه؟ قال تواضعوا تحت يد الله القويه لكي يرفعكم في حينه. ما تقعدش بقى ايه توجع دماغك، ربنا بيعمل كده ليه؟ تواضعوا تحت يد الله القويه. مهما يعمل ربنا قول يا سلام يا رب، اكيد تقصد حاجه، انا مش فاهم عالي قد كده، لكن انا ايه خاضع لما تفعله في حياتي ايا كان. احد الاباء قال لنا قصه مره يعني تضحك الحقيقه، يعني قال انسان غني جدا وتاجر غني جدا جدا، عنده مخازن وعنده محلات وعنده حاجات كتير قوي. رجع مره البيت وهو مزقطط وطاير بقى من الفرح، مراته بتقول له خير مالك النهارده على غير العاده خالص، انت يعني كسبت صفقه كبيره قوي النهارده ولا ايه؟ لا لا، حاجه اكتر من كده بكتير قوي. قالت له خير، ايه اللي حصل يعني؟ يعني قال لها تصوري كل المحلات اللي عندنا والمخازن اللي عندنا كلها النهارده ولعت. قالت له نعم. يعني ازاي يعني؟ انت عشان كده مبسوط؟ انت بتهزر ولا ايه؟ قالت لا لا بجد. لا تخيلي بقى دلوقتي ما عنديش لا شغله ولا مشغله، تفتكر نعمل ايه؟ نقعد مع ربنا بقى. قالت له انت يعني مش مظبوط ولا حاجه ولا حصل لك حاجه نتيجه؟ قال لها بتكلم جد فعلا. قال لها ما هو ربنا مش هو اللي عمل كل ده في السنين اللي فاتت، احنا محتاجين ايه تاني دلوقتي بقى؟ قاعدين بس نجري نروح هنا ونتابع هنا ونعمل هنا، وبعدين يعني اخرتها ايه؟ طبعا يعني حاجه فوق العقل. مين اللي يقدر يفهم ان ربنا بيعمل كل حاجه بدقه متناهيه جدا؟ لست تفهم ما انا افعل، لكنك ستفهم فيما بعد. وعلمنا بولس قال كده في رومي 11، ما يا لعمق وغنى حكمه الله وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. ما ابعد احكامه عن الفحص. ما تستغربش لاي حاجه ربنا بيعملها، لكن اعرف ان ربنا ليه غرض واضح قوي، وهو خلاص نفسي وخلاص نفوس اللي حواليا. بيقول كمان في كورنثوس الاولى 13، يقول لاننا ننظر الان في مراه في لغز، ولكن حينئذ وجها لوجه. فين بقى؟ في الابديه. الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. إيه اللي أنا أعرفه هنا؟ ده كلها يعني قشور، ده بولس بيقول كده. ولكن في السماء بعد كده إيه؟ سأعرف كما عرفت. الموضوع ده يحتاج لتسليم كامل قوي، إيمان وثقة كبيرة جدا في ربنا، بساطة في التعامل مع ربنا، ما تعقدش الدنيا. ما تعقدش الدنيا، تقول لازم أعرف، ربنا بيعمل كده، طب أنا عملت حاجة، طب يا سيدي ارجع للامر ببساطه، قول يا رب ماذا افعل لكي اخلص؟ اعمل ماذا تريد مني يا رب ان افعل؟ عاوزني اقدم توبه عن ايه؟ وقول لي ارشدني وجهني. قال له بطرس لن تخسر رجلي ابدا. بطرس مش قادر يقبلها. اجاب يسوع ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. وهنا بقى ربنا يحط فاصل. قال اذا انا ما عملتش كده يبقى انت مالكش معايا نصيب. طبعا الميه دايما الى ايه؟ في المعموديه، فاذا ما عدتش من هنا مش هتوصل، زي ما قالها في يوحنا 3 وتيتوس 3 5 كمان. يوحنا 3 5 ان كان احد لا يولد لا يقدر ان يدخل ملكوت الله.
وتيتوس 3:5 يقول ايه؟ لا باعمال في بلد عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. قال له لا، الموضوع ده مش اختياري الحقيقه، الموضوع ده مش اختياري، ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب، ليس لك معي نصيب. عشان كده تلاقي ايه؟ تلاقي ان المعموديه قبل ما تخش تلزق في المسيح، قبل ما تخش تثبت في المسيح، قبل الافخارستيه، قبل ما تخش تتناول، ومكانها الطقس جنوب غرب كنيسه، عشان دي على باب الكنيسه، ما ينفعش تعدي غير لما تعدي الاول من على المعموديه. طبعا بطرس لقى كده، قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي. قال له لا بقى، استحمى ككلنا بقى. قال له لا، ده الموضوع جد وبقى وفيها نصيب. لا طبعا، ده انا عايز اغلى اغلى واحلى نصيب. عشان كده قال له لا، لو الموضوع هيبقى فيه انفصال عنك قد يكون سمعان، ما اعرفش يعني، ممكن يكون قالها يعني برضو لسه المسيح في دماغهم ملك ارض شويه، لا يكونش ليا نصيب معاك في الملكوت سواء بقى في الارض ولا في السماء. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجه الا غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وانتم طاهرون ولكن ليس كلكم. وانتم طاهرون ولكن ايه؟ ليس كلكم. ليه قال كده؟ قال لانه ايه؟ عرف مسلمه، لذلك قال: ليس كلكم طاهرون. الذي اغتسل ليس له حاجة، اللي اتعمد خلاص ما بنرجعش نعيد المعمودية تاني، لأن خلاص بقى في إيمان مبني موجود. حتى لو الإنسان ترك الإيمان، تخيلوا حتى لو الإنسان ترك الإيمان لا نعيد معموديته. لما إيه؟ طب يجدد هذه المعمودية إزاي؟ يجددها بالتوبة، خلاص سر التوبة بالاعتراف. عشان كده قال له: ليس له حاجة لغسيل رجليه، بل إيه؟ هو طاهر، ليس له حاجة إلا لغسيل رجليه. لسه ماشي في الدنيا الإنسان، فعمال تتعلق فيه إيه؟ شوية تراب وخطايا وغيره. طب هاي يتغسل تاني كله؟ قال له لا، كل ما حاجة تلزق فيه يجي بسرعة يقدم عنها توبة، ويرجع يفتح صفحة جديدة تاني مع ربنا. عشان كده إحنا التوبة في إيماننا اسمها إيه؟ اسمها حياة التوبة، وليس توبة الحياة، مش توبة مرة وخلاص، لا، ده حياة مستمرة. عشان كده يوحنا المعمدان قال لهم: اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. فالتوبة ليها ثمر، التوبة ليها ثمر، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ويقول كمان في أعمال 26 معلمنا بولس لما كان بيكلم ويوعظ عن المسيح، يقول: أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كرة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. يبقى التوبة دي ليها ثمر. يبقى لما تحب تراجع، راجع أعمالك، هل أعمال إنسان تليق بالتوبة اللي أنا بعملها دي ولا إيه؟ أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. وكأن هنا برضو معلمنا يوحنا يرجع تاني يعمل مقابلة ما بين بطرس وبين مين؟ يهوذا. ما بين بطرس وبين يهوذا، الاثنين وقعوا، بس في فرق شاسع ما بين الاثنين. بطرس وقع عن ضعف، بطرس وقع عن ضعف، رجع بسرعه وقدم توبه، عشان كده هو طاهر. قال لهم: ليس كلكم. ليه بقى؟ لان في واحد تاني بيرتب، بالرغم من كل الاحداث الموجوده دي، بيرتب كيف يسلم المسيح بأقل ثمن أو بأبخس ثمن، 30 بالفضة. يقولوا دي قيمة العبد في ذلك الوقت، تخيلوا 30 بالفضة، كانت أجرة العامل في اليوم دينار، دينار مقابل الفضة يعني كعملة، يعني تخيلوا مرتب شهر يعني. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكى أيضا، في عدد 12، اتكى ايضا وقال لهم: اتفهمون ما صنعت بكم؟ فهمتم اللي انا عملته ولا ما فهمتهوش؟ هنا ربنا يسوع يستخدم سؤال استفهامي، يعني انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك، فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب
عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. أنا بعمل كده ليه؟ عشان أنتوا كمان تعملوا كده، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. أقف عند الآية دي. أنتم تدعونني معلم وسيدا وحسنا تقول لأني أنا كذلك. هنا بيأكد أنه المعلم الحقيقي. مين الواجب الاحترام في الموقف ده كله؟ يعني هو ربنا يسوع. طب أنا عملت كده ليه؟ إذا كنت أنا الكبير بتاعكم عملت كده، فالهدف أن أنا بعمل كده عشان أعلمكم وأسلمكم حاجة مهمة قوي هتعيشوا بيها طول عمركم. إزاي تعيشوا زي؟ إيه الهدف من تجسد ربنا يسوع؟ الفداء فقط؟ طبعا لا، لكي يعطينا مثال ناحية كحياته، يدينا مثال ناحية كحياته. فالغسيل هنا حرفيا مقصود بها إيه؟ مقصود بها الفضائل. إذا كنت أنا هحتمل ظلم الأشرار، أنت كمان احتمل شوية. هي الفكرة مش فكرة توطي تغسل، مش فيزيكالي، مش حاجة، مش موقف بالظبط اللي المسيح عمله. لا، لازم تعمل زيه، لازم تتعب شوية عشان حواليك، لازم تنكر ذاتك شوية. عشان كده قال لهم يجب عليكم، معناها دي وصية لازمة الإيه؟ التنفيذ. وصية لازمة التنفيذ، يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. كان في طقس جميل كده في الأديرة، يعني كان من زمان كده لحد الخمسينات، بس يعني ما بقاش موجود دلوقتي. كان الآباء الرهبان لما حد يروح يزور الدير، والطريق بقى كان مدق زمان بقى وفي تراب وغيره، مش مرصوف زي دلوقتي وبتاع، فكانوا يغسلوا رجلين الشباب اللي راح ياخد خلوات وغيره. الرهب يستقبل شخص ده ويغسل رجليه. زي مين فاكرين؟ ها؟ الأنبا بشوي. فاكرين القصة بتاعت الأنبا بشوي المشهورة؟ نفس الفكر، شاف واحد معدي أخده غسل رجليه، قال هو الطقس كده، طقس كده. وبعدين لما اكتشف ان المسيح شرب من الميه وساب شويه لايه؟ تلميذه. وقال له كل شويه يا ابني خش اشرب. اشرب ايه بس؟ اشرب ايه؟ هو انت لو خدت بركه الطاعه وعملت زي ما انا بقول لك، زي ما المسيح قال لي، كنت اخدت البركه دي؟ لكن انت ما عملتش كده. عشان كده ربنا عمل كده كمثال وقدوه. احد الاباء بيقول لي في مرة قصة عن واحد جاي يعترف، راجل كبير قوي، وقال لأبونا أنا عايز أعترف بس عندي سؤال. قال له إيه؟ قال له هو أنا غلط أكتب كل أملاكي وما أملك لمراتي يعني؟ قال له لا، مفيش حاجة تمنع يعني. قال له أصل أنا ما عنديش أولاد. قال له مفيش حاجة تمنع. قال له بس قبل ما أقول لك كده هقول لك أنا عملت كده ليه، لأن كل إخواتي زعلانين مني ومقاطعيني عشان أنا عملت كده. قال له أنا إنسان بسيط، تعليمي عادي يعني، معايا شهادة عادية خالص، لكني شغال في السوق وتاجر، وتزوجت بإنسانة لها مكانة علمية كبيرة أو معها كذا دكتوراه وليها مكانة وبتدرس في الجامعة، حاجة يعني شخصية كبيرة، ففي فرق إيه؟ يعني اجتماعي أو تعليمي شوية منها. وبعدين مرة من المرات قال له عمره طبعاً ما سمعت منها أي كلمة في البيت أو النهاردة في أي شيء في البيت. وبعدين مرة راجع تعبان، يوم كان طويل ومرهق، مرهق قوي، فرجعت أقول لها الواحد مش قادر يقف خالص على رجليه. قالت له ليه بس كده؟ قال لها كان يوم صعب قوي. قالت له طب ثواني. قال له خرجت وجابت طشت كبير حطت فيه ميه وملح وجايبه فوطه وحطت الميه ومصممه ان انا انها تغسل رجليه. قلت لها بتعملي ايه؟ قالت له مش حاجه، هغسل رجليك يعني، مش ده، مش احنا جسد واحد، ايه يعني؟ قال لها لا، ما هو في دماغه بقى ايه يعني، دي تخش مكان يضرب لها 100 سلام ويضرب لها 50 واحد وبتاع، حاجه مهوله قوي. اه مراته وكل حاجه، بس برضه يعني، لكن الحقيقه يعني قد صممت. قالت له لازم اغسل. قالت له المسيح عمل كده، فيها ايه يعني؟ واحنا جسد واحد. قال له تفتكر انسان بهذا الشكل ما اديهاش كل حاجه في حياتي ودنيتي؟ طبعا هي عملت تمثلا بمين؟ المسيح، بالمسيح. عشان كده تلاقوا كنيسة جميلة قوي في طقسها، لما تيجي تصلي إكليل، ما تيجي تصلي إكليل، السر يتصلى إزاي؟ تلاقي أبونا يقول للشخصين قربوا راسكم لبعض، مش عشان الصورة، لا، ده هو الطقس كده. ويبدأ أبونا يصلي السر، قال لهم بالمجد والكرامة أيها الآب
الأمين باركهما أيها الابن الوحيد قدسهما أيها الروح القدس. هو ده السر زي ما بنقول إيه، وهذا الخبز يجعله جسدا واحدا. هو ده الهدف. معناها إيه؟ معناها إن كل واحد دماغه تقرب لدماغ التاني، أن يخضع كل منكم لصاحبه زي ما في الوصية. نفس الفكرة، نفس الفكرة، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا كل الناموس. في غلط يا ست، ما تجيش بقى تقول لي الكبير هو ايه وانا كل مره سامح. اقول لك ما الكبير هو اللي بيسامح. لما الطفل بيغلط مين اللي بيسامح؟ يعني الطفل اللي بيسامح ولا الكبير اللي بيسامح؟ لو انت كبير هتسامح كل مره؟ تبقى انت طلعت بره منطق الكبرياء بقى. مش بقى كل مره كده وانا اللي اعمل. اقول لك الحقيقه الكبير هو اللي بيعمل كده. ما تجيش تقول لي اصل فلان ما يستاهلش. اقول لك لا معلش، ولا انا استاهل ولا انت تستاهل. شوف المسيح عمل ايه وانت تعرف ان هو اللي كل مره بيسامح. الاتضاع هو سر النصره. عشان كده ربنا بيدينا المفتاح ده، لازم تعمله زيي، تتعلمه مني. احد الرهبان في مره اخذ رهب اخوه نزلوا يبيع اعمال ايديهم بتاعه الدير. رئيس الدير قال لهم انزلوا بيعوا الحاجات دي في السوق وتعالوا. افترقوا، كل واحد راح يبيع الحاجة وقالوا نتقابل في النقطة دي ونرجع تاني للدير. واحد منهم وقع في غلط، في خطية، فرجع قابل الراهب زميله ده قال له بص خد فلوس ثمن الحاجة اهي، أنا خلاص مش راجع الدير تاني. قال له ليه؟ حصل إيه؟ قال له بصراحة أصل أنا وقعت في الخطية مش ينفع أرجع تاني الدير. قال له يا بختك إن أنت اعترفت، أنا عملت زيك مش قادر أقول، هو ما كانش عمل حاجة. قال له طب وبعدين نعمل ايه؟ قال له تعالى نرجع ونعترف لرئيس الدير وناخد قانون توبه. فاقتنع ورجع معاه، رجعوا هما الاثنين لرئيس الدير. اول لما حكوا لرئيس الدير اداهم قانون توبه يقعدوا في اهليتهم قد ايه، صلوا قد ايه، مزامير، وطنيات، اصوام. وبعد فتره ربنا عاوز يعلن شيء مهم قوي. راح اعلن لرئيس الدير قال له الحقيقه انا قبلت توبه الناس دي. قال له بعدين؟ قال له لأنه من أجل الراهب الذي لم يخطئ قد غفرت للراهب الذي أخطأ. قال له إيه ده؟ وفي واحد لم يخطئ؟ قال له آه. قال له أنا قبلت جهاده ده وغفرت للشخص التاني. لأنه عمل إيه؟ ده شال معاه، شال معاه. عشان كده تيجي الكنيسة ثلاث مرات في السنة تفكرنا بهذا الحدث. يقول لك انزل تحت، انزل تحت. وقت لأن الغطاس نصلي كده قبل رفع الفخور باكر، ونرشم الجبهة عشان نقدس الفكر، نرشم العنق والإيدين إشارة تقديس الحياة وتقديس السيرة وتقديس الحواس. في خميس العهد غسل رجلين التلاميذ، وفي لقانا عيد الرسل يفكرنا فيه بالخدمة. عاوز تتعلم المسيح اعمل زيه، خليك تحت، أخر نفسك شوية. صدقوني فيها حاجات بسيطة خالص بنتعرض ليها كل يوم، ان شاء الله طابور عيش حد ولا اي حاجه انت واقف بيها. ساعات احنا اللي بنبادر ونزعق في الناس ومين عدى الطابور ومين دخل ايه، ماشي غيرك هيقول بس بلاش انت تقول. يعني ساعات الواحد هو اللي بيبادر. هتقول لي اخد حقه ونظام وغيره، اقول لك صح النظام حلو وكل حاجه والهنا اله نظام، عندنا ايات كتير قوي عن النظام، بس انت من جواك هتفقد ايه؟ سلامك، غضبك، غيره غيره غيره. سامحوني احيانا حتى في طابور المناول ساعات نسبب بعض في طابور المناول. ده الواحد بيبقى بيقدم رجل ويأخر رجل، ولا رب ارحمني، مش كده ولا ايه؟ عشان كده مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، نكتفي بالجزء دون. نحن رب عشنا نكمل من عدد 15، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انتم بكم تصنعون انتم ايضا لي. لهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.